يوم بدي اعمل لكم اشي واو. اليوم حبيت اعمل لكم وصفه لي علبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت اعمل لكم فكرة جديدة لتزيين علبة الفاين. المواد: ورق شجر من البلاستيك، هاي ورود ذهبية ايضا من البلاستيك، هذه علاقات الثلاجة ممكن تستفاد منها، وهكذا هذا الشكل. هذا الشكل بس انا حبيت اعمل لكم من الذهب. مو اصبر نقص، يعني قص الورود. ولكن انا جهزت واحدة. هسه نلزق الورد. وهسه نلصق الوردة الأخرى. بهذا الشكل. ناخذ ورق ذهبي كنشف. هسه نلصق هذه الورق، هاي الوردة هيج، والورقة والورقة الأخرى. ونلصق وردة هنا بهذا الشكل. هنا ناخذ الورد الأخيرة. ناخذ هذه الورقة هذه على شكل الورقة الأخرى. الورقة الأخرى بعدين ناخذ هاي الوردة نحطها هنا. وهذا الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي. إن شاء الله تعجبكم هذا الشكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هسه راح أجربها. علبة مناديل. هذا الشكل النهائي. إن شاء الله تعجبكم هذا الشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.